هي الدورة الأولى لمعرض فوتوفولتايكا المغرب، فعلى مدى 3 أيام احتضنت مدينة الدار البيضاء فعاليات هذا الملتقى الهام، والذي يهدف بالأساس إلى إنعاش قطاع الفوتوفولتايك بالمغرب وعلى المستوى الإفريقي أيضا في إطار التعاون جنوب جنوب. المعرض يندرج في إطار الإجراءات المتخذة من طرف الوزارة المعنية لمواكبة التحضير الجاري لفتح سوق الكهرباء على مصادر متجددة للمزودين بالجهد المتوسط. استطعنا باش أننا نجيبوا أسماء مهمة واللي حاضرة بواحد الوجود بقوة في لو سيكتور ديال لا فوتوفولتايك، تقريبا من لا الشين، من الألمان، من لا فرانس، من لا سويس، من لو كندا، من جميع الدول كانوا حاضرين. يعني أتوقع أنه راح يكون في الوقت المقبل إقبال كبير كبير جدا، حيث المغرب يعني دولة كبيرة وفيها احتياج للطاقة بشكل كبير، فالطاقة الشمسية هي من أحد العناصر المهمة الآن في العالم، والمغرب مقبل على هذا الموضوع، فراح يكون فيها ديماند عالي جدا في السنوات القليلة القادمة يعني إن شاء الله. قطاع الطاقات المتجددة في المغرب وخاصة تلك المتعلقة بالطاقة الشمسية يعرف مجموعة من الإصلاحات القانونية المهمة، والهدف تطوير هذا القطاع الذي يعول عليه بشكل كبير في تخفيض كلفة الفاتورة الطاقية للمغرب. تلاقينا مع الببليك اللي كان الناس كما كتعرفوا بعد الثلاث الأشهر الأخيرة كان ارتفاع في ثمن الطاقة فاتورة كهربائية المغاربة، وجاءوا عندنا الناس بزاف من الببليك اللي كانوا يحبوا يعرفوا كيفاش ينقصوا في لا فاكتور الكتريك ديالهم انرجيتيك مونسيوال. دونك كانوا عندنا لقاءات كبيره صراحه مع العموم، وعرفوا الناس المنتوجات اللي عندنا مهمه كيفاش نقصوا الفاتوره الطاقيه الشهريه. المغرب يتجه مؤخرا نحو فتح الجهد المنخفض الموجه لقطاع السكان والخدمات. دراسات في الموضوع تجريها وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة، وترمي إلى إنعاش إنتاج الطاقة الكهربائية الفوتوفولتائية بشكل فردي، وبالتالي تقليص الفاتورة الكهربائية، الشيء الذي صار أمرا ملحا.